احنا هنا لما بنيجي نعمل عصير برتقال في حاجة مهمة جدا ما بنكونش واخدين بالنا منها، ان احنا دلوقتي بنيجي نعصر البرتقالة كده، وبعد ما بنعصرها ان احنا بنرمي التفل اللي هو بينزل منها اللي هو ده احنا بنرميه. طبعا ده اكبر غلط، ده ما يترميش خالص، لان احنا دلوقتي لما عصرنا البرتقالة لو بصينا هنا جوه كده، قرب الكاميرا شوية، لو بصينا جوه هنا احنا كده نزلنا دي المية اللي هي الميه بتاعت البرتقال، دي ميه بسكر، ودي الالياف اللي هي كل الفايده بتاعت البرتقال وفيتامين سي موجود جواها. فلازم طبعا احنا لما نيجي نعمل عصير برتقال الالياف دي ما نرميهاش، هنضيفها طبعا على العصير. يعني مثلا لما نيجي دلوقتي نصب العصير بتاعنا في الكوبايه اهو كده، زي ما اتفقنا ان هي دي الميه بتاعت العصير اهو، وهناخد الالياف كمان معانا، لان هي طبعا دي الفوائد كلها فيها، دي ما تترميش خالص، بحيث انه يكون العصير كله فوائد اهو. دي كوبايات عصير البرتقال، العصير اللي هو المفيد مش مجرد ميه بسكر وبس.